الله الرحمن الرحيم أصحابتي إذا أدب إني سلامي يا ملو البعد إنه ذكي شفتين إن واحد من كوكوهم بليين يا دولة عصوبة صومالية كدلتي كنت معبدك شعبك يا رب تانكو ذا إن شاء الله واحد رجين يا قود أهان استيد الصومالي إني سي اسمي ذا أقارتو إن أدمستريشكي إمامكي كلا ضمبينتي سمعادي أن دنو ذكو لحينا أي دبنو قصوم قطولو إي هذا بعي صلاح قدرنا غاسي اللومين إن أصحابتي إذا قالي أكما أنا تلقي لنا فيديو لا يردوه أما أراح بدن كإرى هذا هلكن إن لكنه حن أسوق عطي كليب كم بوحي أحد إن قدر بعنا أركه ومضي ذا سومال وإن هلاكو يحي إن تيلشة يرير أو حتى سوق عيا أنا باهن إن لهر مري مسكح ضوضا إن أي جنا أي دواء كنت هاي يني تشبن إن إسلام أهان عن إنه في يعني إن كهرتقو إيه بكوس قفل بتالنت إذا أقول لي هي أوديس أنت إتها هدو حسنات وكفى في أغنى أرتبوح وارك شر يخ إيه حمان إيه إن شاء الله وحاجة جينا إيه قطب كاسي وحوقها قبيلة ده ما المهندم بالسوشيال ميديا هي هذا بس الشاع البحضي أيضا ددوا وين وعند اللي يرى أحيان أي كشيء كيني يعني قبيلة ده إيه تطخي أي كل قبيان أي كلا نحن يعني على هذا أنترني يا دبعت أنترني أي الله سومالي أي مرة سحال أي كده شيء قبيلة يس كلا قوقب سهود ملا كلا تحدو يس دجال ربشد يا وحلا كلا نعقر الأسبوع قاتي وحاسو لنا أي كده شيء كهرتجا قذب كاس أو لجهر تقصي وذا شر أي سك الكليبة أنا جوا حواركا جول سومالي أو إيمان هسا بكون سو حسولي وح بدن ضدك سومالي ده أنا عاد بود عليهن خير يوناك وح يجيرا أما وح قفكي برارتشين وشقاتان أد بدك وهم بليان يا تاس بدك الحمد لله إله وحنا الله يقوم هذا علنا إن إنه سنتكنولوجي عن عصر جاي هذا ده هس إن لوح رأي إن وحنا وذيرين يسبيد كده رأي كوك عيا أي سن لحين وقتي سومالي أي مش حن مريسي وضدك يعل قبين إن إسلايان إن ماركتي أي سن فهم سنين بتد تقالك أي أدمينستريشن لا أنتو أي لا ده هاي أي سن وحبك هذا ده سنين بكوس هدي وقت جان يوقتي الصومالي أي سكوب عصلي لسكوب جاري لها ولا سكوب بابي لها الحمد لله ما أنت أيضا تذكر دليلهن أو أي أو عيل قبان إلا ما مله أو أي فهمين دين عديني دين عقيدة بقى كذا عضي إن الدجال كأيوه بس كالقاقب كأيوه فيهن بما تصور شعب حدا إن هدان جودة جل قطب كيجة قبيلة دلفت جل هدان استدوم استاتيو إن قبيلة دو ما أحس أصلا بوح في عن إن ما أح وح بيشدو أي هذا جودة قنطر عالم كله استعماله أما مسلم هلا أهذا أما ودن قال هلا هذا هلا هذا مرنا قبيلة دو ما في عند ذاتك يعني أيضا لفت كذا هذان كوق حقوف البديمير كيس يعني قبيلة دو ووح تردد وعي من أي سكو أروح صدان سكو جهيريان سكو تاجران يعني مدى أصميستان أيق عمرك حرير ككبح هي كلي ويهي هنا سكو قبيلهين أما أحي وذاك يهين إن قبيلة القف استعمالية أم قف الدب حتى أصلنا لينيا وقف أن آمن سنن إنه إله سبحانه وتعالى كأبوري أو ذا الدبيعية وكجارك يلا شيء صار إن وحو آمن سنها إلا إنه عدد قبيل هلا ما أهان إنه سن جول نجاري كرينين وحنا أصلا قبسن كرينين أود يروح وكذا قال تجار أصلا حيني sida darteed waxaan dhig karnaa waxaan ka dhaadheen diinta islaamka ee macaaneed iyo aqoodadeed aqoodadii in saaso ay aaminsan yihiin qabyaalada si kasto aad isku urugisid ama cudud u yeelatid ma aha wax aad guul ku gaareysid ama ku hormareysid absolutely ma aha sababtoo ah in waxaad culaysanaysaa oo aad dhibaato u arkaysaa oo u arkaysaa inay kula degayaan dadyo gudriska kula ahaa habay raate wax aad ku eedeenaysid ayadoo jirin sida darteed markasta oo ay culad iyo xiqdi iyo xasidnimo ay qalbigaaga gasho in waxa kaasi burburay yahankii nolosha aad kala hayd waxaad qalbigaaga ka buuxsamay cadaawad aan ka bixin waligeed ilaa nafsadaada heeftid adigu in diinta islaamka markaan soo noqono qabyaalada meelba iska dhigto in كهر دينت إسلام كأنت سنسود جنين ومديه مركز تري عربتي عجمت أها وحكت إحياء دجال بلا سبب علاد دير عطي إزديل إصداع لبات أورنا قول لكم أي سنجار لكن كدي مركز دينت إسلام كسود دكتي أين وضعتين وحماشي كبح ذي علادي يا لبات ذي يحسني مدي
sidaa darteed waxa isku bedelay meeshii muhubo iyo kalgacayl walaalnimo iyo isku soo dhawaansho waxaan sabab u ahay diinta islaamka oo ay qaateen iyo caqiidada u ka daadigtay ummadaha gaalada markaan ayaga laftigooda fiirino waqtigii ay qabyaaladda sameyn jireen iyo waqtiga hadda ay qabyaaladdii ka guureen ayna fahmeen dhibaatada ay leedahay isku sii ma aha qof walba oo muslim ha ahaado ama gaal ahaado isku siibu qabyaaladda u qeexaya inay tahay wax aan fiicnayn inay tahay wax aa nolosha ku nacaysid inay tahay wax aana goolkuga aadan goolkaaga ku gaari karinin sidaa darteed ummadeeda muslimka ah gaar ahaan kuwayga soomaalida waxaan uga degaya qabyaaladda waxaana leeyahay fiidiyoyadan qabiilada ka sheekeynaya oo midiyaha iskugu afeynaya dadka saacaddan daalan ee raba inay unity sameeyaan iyo ifaalaha cusub ee hadda inoo muuqda iyo sida ayn in laga hortago oo aan la sheergaraynin waayo fiidiyo kasta oo aan wanaagsanayn oo la sheergareeya shaydaan baa sii buurburanaya mid kalaa kasii dhalanaya waxaan ummadeeda soomaalida ku boorinayaa aan wanaagiya kheyrka iskugu dhow iskugu imaano shacabkeena daalan aan u istaagno aan isqadarino dowladdeena taageerno quruxda iyo wanaagii administrationka ay kala dambeyntu kuma yimaadaan shaqsi keligiis oo la doortay ama gruub yar oo la doortay laakiin wuxuu ku yimaadaa rabitaanka dadweynaha kale ee wax doortay oo codku ka yimid because ayagaa ka tiro badan kana saameyn badan dowladdu ma hagaagtay ilaa shacabka uu hagaago khayr baan idiin rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaah